سائل يقول: هل يجوز قول بعض الناس ممن يدخل في الإصلاح بين القبائل في منازعاتها: نطلبكم بجاه الله، أو داخلين عليكم بجاه الله؟ لا، ما يجوز بجاه الله، ما يجوز هذا. نعم، يعني يجعلون جاه الله عليهم، يعني توسلون بجاه الله عليهم، ما يجوز هذا. نعم، يعني صار وارفع من الله ويتوسل إليهم بجاه الله، هذا يكون من الأدنى للأعلى. نعم.